ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله على ذلك. اليوم غادي نديرو دجاجة معمرة بأنواع الفروماج. عندنا ثلاثة المثلثات ديال الجبن الأبيض، ضمط ديال الفرماج أحمر، ضمط البنة، ضمط الزعفران، ورق الفرن، صوجة، زيت، عندنا الإبزار، الملح، سكنجبير، ثوم، حامض محكوك، تحميرة أو فلفلة عكارية، زعفران، لاموطارد، الملح. عندنا حامضة، عندنا سكنجبير طري، عندنا باكية ديال ربعة ديال الأشكال ديال الفروماجات، عندنا لاكخيم فخيش، عندنا دجاجة ديال الكيلو حتى الكيلو ونص. ودابا غادي ندوزو للمرحلة الثانية اللي غادي نخلطو فيها هاد المقادير، نشرملو به الدجاجة ديالنا وبهاد الطريقة كنطليو الدجاجة ديالنا كلها من الداخل ومن على برا، وكنحاولو نعمرو حتى تحت الجلدة باش تدخل اللقام، تشرب لقام الدجاجة وتدخل التبنينة فيها ديال الفرماج الاحمر. وغادي نعمروهم في الداخل ديال الدجاجه ديالنا. وغناخذوا دوك الانواع الاربعه ديال لي فرماج، حتى هما غادي ندخلوهم قاعد قلب الدجاجه ديالنا. بهذه الطريقه هذه كنحاولوا ندفعوا القدام للداخل ونعمروها مزيان. نضفو الدجاجة ديالنا بهاد الطريقة هادي ونجمعوها الجناب ديالها، وكتفناها وعملناها في الورق ديال الفرن. غادي نجمعوها عليها الورق وغادي ندخلوها في الفرن مدة ساعة ونص. بعد ما لفيناها في ورق الفرن على هاد الشكل هذا، وغنعملوها في الطاوة ديال الفرن وغندخلوها مدة ساعة ونص للطبخ. واحد 250 غرام ديال الروز بعد ما سلقناه كنخلطوه مع ديك لاصوص اللي بقات لينا من الدجاجه، وكنحاولوا نمزجوه مع داك الخليط مزيان ديالنا. بعد ما كورنا هاد الكويرات غادي ندوزوه في الطحين، ومن بعد نغمسوه في البيض اللي من بعد ما زدنا له شويه ديال المليحه، قريصه المليحه وقريصه ديال الابزار، وغندوزوه في لاشابليور وغادي نقليوه باش نرفقو معاه الجوجة ديالنا اللي معمرة بلي فخوماج. شفنا وجدات وهي تبارك الله محمرة مع الكويرات ديال الروز مقليين.